ماذا تعني هذه العبارة المضاد الحيوي؟ دكتورة عبير النجار تعطينا فكرة أكثر عن هذا الموضوع. أيوة، فعندنا أسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، هو أسبوع عالمي في الفترة من 15 ل 24 نوفمبر من كل سنة، من بداية 2015 وهو بيتعمل في العالم كله في هذه الفترة. الهدف منه أول شيء عشان نذكر الناس بأنه المضاد الحيوي من أعظم الاختراعات في المجال الطبي، وهي في الأخير سلاح ذو حدين، يعني لو ما استخدمناه بالطريقة المضبوطة ممكن يضرنا. هذه أول رسالة. ثاني رسالة، إحنا بس برضو بنقول للناس إنه الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في انتشار وعددها بيزيد، فإحنا ممكن نوصل لمرحلة إننا ما نلاقي مضاد حيوي يشتغل على الالتهابات اللي بتصيبنا. فعشان كده بنحاول نوعي الناس بأهمية أول شيء المضاد الحيوي، وأهمية إننا إحنا ما نأخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية. يعني ما نحاول انه مثلا ناخذ المضاد الحيوي من اي قريب او اي احد في العيله اخذ كورس ونكمل معه، يعني ابدا ما نتشارك حكايه المضادات الحيويه. ثانيا، ما ناخذه الا بوصفه من طبيب صحي معتمد. ثالث شيء، لما ناخذ الوصفه نفسها لازم نلتزم بها، نلتزم بالجرعه، نلتزم بالوقت، نلتزم بعدد الايام. يعني تاخذوه 5 أيام ناخذه 5 أيام، ما نحاول لا نطول ولا نقصر. فهذه يعني من أهم الرسالات اللي نبغى نرسلها للمجتمع في هذه الفترة. إحنا دحين في فترة الشتاء التهابات التنفسية في ازدياد، وهي معظمها التهابات فيروسية، يعني ما تحتاج مضاد حيوي. فبرضو بنقول للناس إنه الالتهابات الفيروسية في معظمها أو التهابات التنفسية في معظمها فيروسية وما تحتاج لمضاد حيوي. دكتورة، يعني لو استخدم البديل بدل المضاد الحيوي من في هذه الفترة، يعني فترة الشتاء، يعني رأي الدكتورة عبير النجار في هذا الموضوع؟ نستخدم بديل؟ بديل اللي هو اللي هو العسل أو أيوة. إحنا الالتهابات التنفسية الفيروسية ثبت بالدراسات إنه العسل لما يتأخذ من 2 إلى 3 مرات في اليوم بيقلل من حدة الأعراض ومن مدة المرض. في دراسة جديدة نزلت بالنسبة للحبة السوداء مع الكورونا، فلاحظوا برضو إنه في الإصابات من الطفيفة المتوسطة من كورونا كانوا المرضى اللي أخذوا الحبة السوداء أعراضهم أخف كتير من غيرهم، ومدة المرض حقتهم برضو أقل من غيرهم. ففي الالتهابات الفيروسية في المجمل ما تحتاج مضاد حيوي، بس تحتاج إنه راحة في البيت، نكثر من السوائل والعسل وإلى حد ما الحبة السوداء. طيب، بس نعود بالسؤال الأخير لمضاد الحيوي، يعني يصرف أيضا يعني من جميع الدكاترة بوصفة طبية، يعني نصيحة أخيرة للمريض لأنه لا يأخذ من أي مضاد من أي واحد. صح. برضو يعني برضو بنقول للناس إنه المفروض المضاد الحيوي ما ينصرف إلا بوصفة طبية، يعني ما نتشارك ابدا حكايه المضادات الحيويه. في بعض العوائل او المرضى لما يكون الطفل مثلا مسخن ولا شيء يحاولوا يضغطوا حتى على الدكتور انه لا هو مسخن لازم تدي له مضاد حيوي. فما نعمل، نخلي القرار للدكتور في الاخير، هو اللي بيقيم الحاله. وفي التهابات كثير فيها سخونه وما تحتاج لمضاد حيوي، فكل التقييم بالدكتور. نشكرك جزيل الشكر الدكتورة على هذا اللقاء الجميل معك حول هذا الموضوع الذي يهم كثير من أفراد المجتمع. لك الشكر ثاني مرة. الله يبارك فيكم. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك. فأمان الله.